كل التحية لكم من جديد مشاهدينا الأحبة، وفي هذه المرة بإذن الله الحديث سيكون عن معرض كوميكس للتكنولوجيا في نسخته 31. هذه المرة هذا المعرض يركز على التحول الرقمي والمبادرات المتخذة حول تحويل أيضا مسقط إلى عاصمة رقمية عربية. الحديث أكثر حول هذا المعرض ينضم على الآن عبر الربط المباشر الزميل أحمد بن محمد المعمري. أهلا وسهلا بك أحمد، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا حوراء، وكل التحية أيضا لكل المشاهدين الكرام. نرحب فيكم من هنا مشاهدينا من معرض كوميكس للتكنولوجيا 2022. هنا تشارك أكثر من 160 شركة متنوعة بين الشركات العالمية والمحلية والشركات الناشئة. تطور ملحوظ ورائع ومميز جدا لمسناه أثناء تجولنا في هذا المعرض. نتحدث عن تفاصيل هذا المعرض وما يشتمل أيضا عليه، من هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من المؤتمرات مصاحبة لهذا المعرض. تفاصيلها معنا الأخت وئام بنت محمد الكندية، وهي مساعد مدير مشروع كوميكس. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مباشرة وئام نتكلم كذا مع المشاهد الكريم، وانت متحمسة ما شاء الله عليك، عن هذا المعرض وأهم ما يشتمل عليه. نعم، كوميكس طبعا يعتبر أكبر حدث للتكنولوجيا في السلطنة، يقام سنويا منذ عام 1990، ويعتبر هذا العام النسخة 31 من هذا المعرض. ينضم إلى الحدث الرواد في هذا المجال والشركات العالمية والمحلية وأيضا الجهات الحكومية، يعرضوا فيها إنجازاتهم الأكثر تقدما وابتكارا. وأيضا من أهم أهداف هذا الحدث هو تبادل المعرفة ونشر الوعي حول أهمية التكنولوجيا للتطوير المستمر ولبناء مستقبل رقمي متكامل. نتكلم عن مجموعة الشركات المشاركة في هذا المعرض، أقسام هذه الشركات، أيضا تركيزها هذا العام في هذه المشاركة. نعم، مع انقطاع هذا المعرض للعامين السابقين يعود كوميكس مع الكثير من الفعاليات الجديدة. طبعا بالنسبة للجهات الخاصة مشاركة كبيرة من الشركات العالمية والمحلية في مجال تقنية المعلومات وأيضا المجالات الأخرى كالنفط والغاز، كما يسلط الضوء على أهمية التحول الرقمي الحكومي. خصصنا جناح للجهات الحكومية لمشاركة الوزارات والهيئات، كذلك لمشاركة الشركات الناشئة خصصنا ركن للشباب العمانيين لدعمهم ودعم أفكارهم وإنجازاتهم في هذا المجال. بما أنك تحدثت عن الشركات الناشئة وعن مشاركة الشباب العمانيين، إيش هو الدعم المقدم لهم من خلال هذا المعرض؟ أيضا بالإضافة إلى ذلك، يعني كيف ممكن تحفيزهم وتشجيعهم في مثل هذه المشاركات ومثل هذه الأعمال؟ نعم، بالتعاون مع الصندوق العماني للتكنولوجيا أقيمت مسابقة الشركات الناشئة بيتش باتل، يعرض فيها هذه الشركات حلولهم وإنجازاتهم وفرصة استثمار لمليون دولار أمريكي من قبل الصندوق العماني للتكنولوجيا. كذلك خصصنا أركان للشباب العماني وطلاب المدارس والكليات، أيضا يعرض فيها عرض شفوي يحفزهم على التحدث، وأيضا على يعرضوا فيها أفكارهم في إبداعاتهم مشاريعهم في هذا المجال. أيضا نتكلم عن جانب آخر من الجوانب المصاحبة لهذا المعرض. إحنا طبعا شاهدنا ما شاء الله الحضور من أمس وتوافد كبير، هناك أكيد في فعاليات مصاحبة لهذا المعرض، نتكلم عن هذه الفعاليات أهمها وأبرزها وإيش اللي تم وإيش اللي راح يتم إن شاء الله. نعم، من ضمن الفعاليات الجديدة لهذا العام هو مؤتمر الذكاء الاصطناعي، يقيم في اليوم والغد أيضا تحت رعاية سعادة الدكتور علي الشيذاني وكيل النقل والاتصالات، في متحدثين عالميين مختصين في الذكاء الاصطناعي وأيضا متحدثين محليين، مواضيع مختلفة حول الذكاء الاصطناعي. كذلك ستقدم ورش، جهات مختلفة تقدم هذه الورش، الدخول متاح للجميع اللي يستفيد منها الجميع. هذه الورش هل هناك يعني أيضا في شيء عملي مثلا تطبيقي ممكن أن يستفيدوا منه، خاصة المشاركين الشباب اللي في الشركات الناشئة وأيضا بالنسبة للحضور؟ نعم أكيد، في كثير من المواضيع مختلفة، مثلا Internet of Things، Robotics، VR وغيرها. إذن كل التوفيق لكم، إن شاء الله نتمنى أن فعلا يعني هذا المعرض يحقق الأهداف المنشودة له. وأيضا قبل ما نختم أو قبل ما نختم من عندك، نتكلم عن يعني أبرز الشركات الناشئة اللي فعلا أضافت ابتكار عن السنوات السابقة أو الاختلاف اللي ما قبل الجائحة واليوم.
نعم طبعا في كثير من الشركات تقدم كثير من الإنجازات، منها الشركات الكبيرة مثلا فودافون، ديتا بارك، عمانتل، أيضا الشركات الناشئة متواجدة. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يكون كذا يعني المعرض يحقق الأهداف المنشودة. كل التحية لك، وكل التحية أيضا لكل الحاضر. شكرا لك. كومكس متاح للجميع، الكل ممكن يستفيد من هذا المعرض، ونترقب حضور الجميع بإذن الله. شكرا لك. شكرا وئام. إذن هذه مشاهدينا كانت وقفتنا الأولى مع وئام الكندي، وهي نائبة أو مساعدة مدير مشروع كومكس. ننتقل إلى ضيف آخر وأيضا زاوية أخرى من زوايا هذا المعرض، ومعنا الأخ حسن عبد العلي وهو مدير عام تطوير الأعمال. نتحدث عن مشاركتهم وعن أيضا الشركة الموجودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة. حقيقة عمان ديتا بارك شركة عمانية 100% تقدم خدمات السحابية والذكاء الصناعي في السلطنة على مدى 10 سنوات. الفكرة من السحابية هي تقليل تكاليف على الشركات والمؤسسات الحكومية، ومنها بحيث أنه التطوير اللي يصير مستمر في الذكاء الصناعي وفي الخدمات التقنية. عمان ديتا بارك تسهل عملية النقل وتوسيع الخدمات، منها في الذكاء الصناعي على سبيل المثال الذكاء الإدراكي، النظام الذكي، نظام التعليم الذاتي، نظام المعرفي، وكثير من أنظمة تطبيقية اللي نساعد فيها في بناء جيل جديد من الخدمات للسلطنة، بحيث يستفيد منها الأفراد والشركات الخاصة، وطبعا الحصة الكبيرة تكون إن شاء الله استفادة من الحكومة، الخدمات الحكومية أيضا. إذن أنتوا شركتكم تقدم خدمة للشركات الأخرى وللأفراد. هذه الخدمة عادة يعني تكون مثلا مختصة في مجال معين، أو أن كل المجالات ممكنة؟ لا، الحمد لله رب العالمين، إحنا نقدم في كل المجالات، منها مجالات في شركات النفط والغاز، منها في مجال البنوك، شركات التأمين، النظام الصحي، أيضا للشركات المتوسطة والصغيرة أيضا، والشركات الناشئة أيضا، وأيضا في تطوير كل ما يتطلب في البحث العلمي أيضا. أفهم من كلامك أن يعني تقنية الذكاء اللي موجودة عندكم أن تريح المؤسسات من السيرفرات الكبيرة عالية باهظة الثمن، وتحول عندكم في الاحتفاظ فيها. نعم نعم، الاستفادة منها فورية، يعني مجرد تعاقد مع عمان ديتا بارك وعلى طول تنطلق تطلق على المنصة وتستفيد من الخدمة التي تريد تستخدم فيها وتطبق الأنظمة التي تحتاج فيها مباشرة يعني. طيب، من خلال مشاركتكم في هذا المعرض اليوم، كيف لمستوا يعني الاستجابة لمثل هذه الخدمات، وخاصة أننا نحن في عصر يعني التقنية، وهناك أيضا تسليط الضوء على أن مسقط هي العاصمة الرقمية لهذا؟ الحمد لله رب العالمين، يعني جيدة جدا، خاصة احنا أمس وقعنا عقد مع فودافون على سبيل المثال، أنشأنا لهم خدماتهم الإجمالية في ما يتعلق في نظام الاي تي كلاود، وفي طبعا شركات أخرى كبيرة منها حكومية وغير حكومية تستفيد منهم مباشرة. هذا الموقع الحين، المنصة الموجودة الحين حاليا عندنا، شركات كثيرة تجي تستفيد منها وتطلع على ما هو موجود حاليا مباشرة من خلال الموقع هذا الموجود اللي خلفكم. إذن جانب من جوانب المهمة في مثل هذا المعرض هو يعني تبادل الأفكار والمقترحات، وأيضا توقيع الاتفاقيات، كما ذكرت أن بالأمس أنتم وقعتوا اتفاقية مع شركة فودافون. كثير من الأوقات تروح في النقاش، وهي إبداء حلول أيضا. إحنا نعطي في عنا شباب موجودين عمانيين، هي الحمد لله معظمها شباب عمانيين، يعني ما إنه إحنا معتمدين على شركات خارجية، الكفاء شباب عمانيين، إحنا خذناهم ودربناهم على مدى سنوات، فالحين يعطوك حلول. لو ترجع الحين تجلس معاهم الحين يعطوك حلول مباشرة في عندك أي مشكلة في أي تطبيق أي نظام تحب، وفوري ومباشرة على الهواء. ممتاز جدا، وفعلا أن الشباب العمانيين فيهم الثقة وفيهم الخير، وخاصة بس أعطيهم المفاتيح وهم يتولوا الأمور. مشاهدينا كما نلاحظ هذا المشهد اللي في الخلف أو هذه المنصة، هي نتقرب من المنصة، هذه المنصة هي المنصة اللي موجودة لعمان داتا بارك، وهنا الشباب العمانيين ما شاء الله عليهم فعالين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. حياك الله. أنت نباك تخبرنا إيش عندك هنا؟ نحن عندنا محتوى فقط يشرح عن يعني فيديو يشرح عن الشركة في مقطع VR، تمام، خلال 45 ثانية فقط، مجرد فيديو في العالم، نعم في العالم الافتراضي، يشرح لك عن الشركة في بشكل مختصر وبسيط عن الشركة، أو فيديو فقط تعريفي عن الشركة من خلال هذا الجهاز أو العالم الافتراضي،
تلبس النظارة هذه، تتحكم بالجهاز بالكنترولر عشان تشوف الفيديو خلال 45 ثانية، فيديو تعريفي عن الشركة بشكل مبسط وسريع في العالم الافتراضي. كل التحية لكم. إذن هذه مشاهدين واحدة يعني من التقنيات الجميلة والرائعة اللي موجودة هنا في هذا المعرض، تقنية الفي آر، أنه ممكن تلبس الجهاز مباشرة وتتعرف على تفاصيل هذه الشركة. حسن، نحن نتقول معك بشكل سريع في هذه المنصة. أيضا هنا مجموعة من الشباب ومجموعة من الحلول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا سعيدين ان نشوف الشباب العمانيين فعلا يعني في تقنيات الذكاء الاصطناعي وفي تقنيات يعني المتنوعه موجودين، فممكن تكلمنا بدور اللي جالس تقدمه هنا في هذا؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نحن نمثل شركه عمان ديتا بارك، ودائما عمان ديتا بارك سباقه في هذه المجالات. وعمان ديتا بارك شركه صار لها تقريبا 10 سنوات واكثر في السوق، فنحن شركه مهتمه في الذكاء الاصطناعي وتطوير هذا الجانب يعني، وندعم الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والكبيرة في هذا المجال في تحويل الرقمي. كل التحية لك وكل الشكر والتقدير على جهودكم. أنا صراحة سعيد أن أشوف الشباب العمانيين يعني على هذه الأماكن وقائمين بدورهم في هذا. شكرا، أحسنت. إذن مشاهدينا هذه كانت نهاية وقفتنا، حاولنا كذا ناخذ زاوية من الزوايا اللي موجودة هنا في هذا المعرض، هذه الزاوية عمان داتا بارك، وهناك كثير من الزوايا. ندعوكم لزيارة هذا المعرض، التعرف على كل ما يحتويه من تفاصيل. هناك يعني أكثر من 160 شركة، هذه شركة واحدة فقط من هذه الشركات المشاركة. ونعود لزملائنا هناك في الاستوديو. شكرا لك الزميل أحمد بن محمد المعمري الحاضر معنا من معرض كوميكس للتكنولوجيا في نسخته 31. شكرا لك على هذه الجولة السريعة اللي خذيتنا إياها في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. إذن نروح إلى فاصل وبعدها لنعود من جديد، كونوا معنا.